المشروع اللي هو الهابي أكتيف سيندروم يلي بيهدف لتأهيل الأشخاص احتياجات خاصة داون سيندروم للإعداد لسوق العمل. فبناء على تجهيز سوق العمل كان الكمبيوتر اللي صاير جزء من الحياة اليومية وتدريب على المهارات الأساسية وجزء أساسي. دربنا من خلال الدورة على الأساسيات الكمبيوتر من التعامل مع البرامج الأساسية بالويندوز والحفظ والتشغيل، إضافة لبرامج ممكن يستفيدوا منها في سوق العمل ككتابة بالوورد، كتابة باوربوينت، بحث عن معلومات بالإنترنت وفوتوا على الإنترنت يدوروا على معلومة معينة، إضافة لأساسيات بتصميم ألعاب، صمموا ألعاب بسيطة. الكمبيوتر صار في تفاعل أكثر، فهذا التفاعل الأكثر الأولى أنه الأشخاص من ذوي الاحتياج الخاصة أنه يكون هن كمان متعاملين مع هذا التفاعل بالشيء اللي بيناسبهم أكثر، لأنه وصول المعلومة مثل ما هو مهم بالنسبة لكثير شرائح بوظيفة وسوق العمل فهو مهم كمان لهم. هي دورة مصممة لحتى تساعد الأطفال الداون أنه يصير عندهم مهارات باستخدام الكمبيوتر، هي ضمن مشروع الداون سيندروم يلي هو بيهدف لتأهيلهم أنه يدخلوا سوق العمل، نعمل لهم مهارات حياة، نعمل لهم دورة كمبيوتر لحتى يقدروا يكونوا قادرين أنه يدخلوا سوق العمل ويقدروا يشتغلوا. هلأ المشروع حاول يلاقي فرصة عمل لأكثر من حدا، وفعلا أغلبية توظفوا، لسه في البعض عم يحاول يلاقي لهم فرص تانية.